السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في يوميات محمد وآلاء. النهاردة إن شاء الله راجعين لكم بعد غيبة طويلة. طبعا إحنا طالعين من دور كورونا صعب جدا، اللي هو المتحور الجديد اللي كل الناس منتشر ما بينها دلوقتي. هو للأسف انتشاره صعب شوية، ولكن الحمد لله بيعدي على خير غير الأدوار الأولانية. ممكن نبقى نعمل لكم عنه فيديو منفصل، ولكن النهاردة إن شاء الله جايين نكلمكم عن خبرتنا في موضوع مهم جدا كل الناس تقريبا بتحتاجه. اي حد بيشتري شقة جديدة، اي حد هيتجوز، او اي حد حتى عايش عادي واسرة عايشة في بيتها بس عندها مشاكل في الحمام بتاعها. فالنهاردة جايين نكلمكم عن خبرتنا في ان احنا عملنا عمرة للحمام بعد الجواز واحنا اسرة متكاملة في البيت. ايه المشاكل اللي واجهتنا، ايه الخبرة بتاعتنا، وكمان ايه الحاجات اللي استفدنا بيها، عايزين نشاركها معاكم النهاردة. زي المشاهدين طبعا هي كان طالعين من دور شديد، معلش تقرعوا كل صوتنا مش كويس، بس احنا طبعا طالعين عشانكم وعايزين نقول لكم حاجات تفيدكم. بالنسبه لعمره الحمام، يعني انا كنت عايز اتكلم في حته ان انت لازم لو انت فعلا عايز تعمل عمره حمام، لو انت لسه بتتجوز والشقه اللي انت واخدها فيها مشاكل في الحمام، انا من رايي لو عندك الوقت اللي انت تاجل الجواز وتعمل عمره الحمام، بحيث ان انت تعمل العمره وانت الشقه دي فاضيه، بجد مهم جدا جدا جدا. تمام، فخلي بالك ان عمره الحمام دي اتقل عمره في الشقه كلها واصعب عمره في الشقه كلها، وبتشل الشقه شلل تام. انت بتتكلم مفيش استخدام حمام، مفيش ميه، مفيش حاجات كتير، كل ده بيعمل شلل تام للحمام وللشقة بشكل كبير. فأنا أنصح أي حد لو العمرة دي وهو لسه قبل الجواز، أنا أنصح إن هو يعملها قبل الجواز وما يصبرش اللي بعد الجواز يعملها. طيب، حصل وإن العمرة دي تأجلت لبعد الجواز، هتعمل إيه؟ أول حاجة إن أنت لازم يكون عندك بديل للسكن، يعني بديل تكون ساكن فيه، وخاصة لو أنت عندك أطفال لازم يكون عندك بديل تقعد فيه، بديل عند حماتك، عند مامتك، المهم اللي انت، وخاصة لو انت عندك اطفال، لان في نقطة مهمة جدا. مادام انت بتعمل العمرة دلوقتي وانت ساكن في الشقة، اولا العمرة دي هتاخد وقت طويل ما تستقلهاش. لو انت الحمام بتاعك صغير او حتى لو وسط، العمرة دي مش هتقل عن 3 اسابيع فيما فوق، وعلى حسب قوتك وانت سيطرتك على الصنايعية. فتخيل بقى انت لازم توفر مسافة، وخاصة لو انت الحمام بتتكلم عليه ده انت ما عندكش حمام ضيوف، والحمام ده جوه الشقة، انت كل المسافة اللي ما بين الحمام لحد مخرج الشقة لازم تكون فاضية تماما، فانت هتلم عفشك كله في الأوض. فخلي بالك، فلازم يكون ليك بديل مكان تقعد فيه، خاصة لو عندك أطفال. تمام؟ طبعا ناس كتير بتبقى عايزه تعمل عمره الحمام بس هي مش عارفه التكلفه. ليه عمره الحمام مختلفه عن اي عمره؟ ان فيها كل انواع الصناعيه موجودين فيها، وكل انواع الخامات موجوده تشتريها، فانت مش عارف، عايز تعرف التكلفه، تتكلف كام، الهد كام، السيراميك كام، السباكه كام، الكهرباء كام، كل ده انت عايز عشان ما تتخمش. وانا انصح دايما اي حد انه ما يجيبش مقاول، انت عايز توفر وتعمل حاجتك صح الصح، ما تجيبش مقاول. اي حد هيعمل لك شغلك، اولا يا اما هينصب عليك فيه، تمام، لو انت مش متواجد هيسمصر اضعاف اضعاف ثمن الخامات اللي انت بتستهلكها، تمام، وهيكروت لان هو عايز يخلص ويشوف غيرك. فما انصحش طبعا ان انت لما تيجي تعمل عمله حمام ان انت تجيب مقاول، ولازم تحاول ان انت لو ساكن في الشقه تحاول ان انت تجيب الخامات الأساسية الأول، ما تجيبهاش وانت شغال. يعني أول حاجة وانت دنيتك تمام لسه ابتديتش في العمرة، هات السيراميك. ليه؟ احنا لفينا مع بعض يا لاء وجبنا السيراميك من سيراميك لفوا كتير. هو أول حاجة طبعا قبل حتى اللف، المفروض تاخدوا مقاسات الحمام عندكم بالسنتي، بتفرق جدا جدا، مش مجرد بالعين أو بالشكل. ليه؟ لأن في ناس كتير بتنزل تشتري السيراميك، السيراميك كده كده هتاخد المقاسات عشان تعرف الكميه قد ايه. طب بالنسبه للصحي، في ناس ممكن تجيب مقاسات مثلا للاحواض او للبانيو
ويطلع في الاخر هو غير مناسب للحمام بتاعها بفرق سنتيهات، ممكن مثلا الباب ما يتفتحش. انا اعرف حد من زمايلي بعد ما جاب البانيو للاسف الباب كان بيخبط فيه وكانت مشكله، وما بقاش الباب بيتفتح للاخر عشان عارف يدخل، فرقت معاه في كام سنتي. فده برضو من ضمن الحاجات المهمه اللي بتقولها لا. ووضع كل حاجه من الحاجات بتاعه الصحي، التويليت فين، الحوض فين، البانيو فين، ده لازم تراجعوه كويس جدا. لو في امكانيه كمان ان انتوا لو انتوا هتاسسوا من الصفر السباكه فهيبقى عندكم امكانيه ان انتوا حتى تغيروا نظام وضع مثلا التويليت، وضع الحوض، وضع البانيو. فلازم تاخدوا بالكم كويس جدا من المقاسات، ولما تروحوا تشتروا برضو تاخدوا بالكم البانيوهات ممكن تفرق 5 سنتي من بانيو للتاني، ده ممكن يفرق عندكم في التويليت، خاصة لو ده تويليت وحيد في البيت، مش مفيش مثلا حمام ضيوف يبقى مثلا ليه وضع مختلف والحمام الكبير لا. هو لو حمام واحد لازم تراعوا قوي نقطة ان ده الحمام اللي هتدخله الضيوف. حمام واحد في البيت ده معناه ان احنا عايزين حمام مريح لاهل البيت، وفي نفس الوقت يكون الى حد ما راقي وشيك ان يدخلوا الضيوف. فلازم نراعي برضو النقطة دي كويس جدا، نراعي المقاسات زي ما قلنا، علشان لما نيجي بقى نلف، احنا لفينا تقريبا في كل الاماكن في اسكندرية، بدأنا الاول بسيراميك كليوباترا، وبعد كده بعد حتى ما استقرنا على حاجات معينة وعجبتنا لا لفينا في ديرافيت ولفينا في ايدل ستاندرد. احنا هنبدأ يعني اقول لكم بقى، احنا دلوقتي ادينا لكم تمهيد عن فكرة العمرة، هنقول لكم بقى احنا نفذنا العمرة بتاعتنا ازاي. دلوقتي اول حاجة زي ما بتقول لكم اول حاجة اخدنا المقاسات الحيطان والارضية، تمام، حتى اخدنا الفراغات في شباك في باب، عملنا حساب الكلام ده كله. ليه بقى؟ لان السيراميك فيه بيبقى مش كل الحيطه نفس اللون، عندك لون، عندك وزره، عندك الكلام ده كله، عشان ما تبقاش عندك نواقص او بالزياده. فلازم تعرف الوزره انت محتاجه قد ايه وتجيب حاجتك مظبوط. الارضيه ما تجيبش كتير، لان في الاخر اي حاجه زياده قوي هتتبقى عندك مش هترجع، ولو ناقصه هتبقى مشكله. ليه بقول لك بقى هات حاجتك قبل ما تبدا العمره وتكسر والكلام ده كله؟ اولا لان انت لما جينا اشترينا السيراميك لا اول حاجه ما بيجيلكش في نفس اليوم، فافرض انت دلوقتي بقالك تكسير وعايز تبدا من بكره، اكتشفنا ان انت لازم هتاخد لك اسبوع لحد ما يوصل لك السيراميك. يبقى انت لو انت بدات في العمره قبل ما تشتري الحاجه هتتعطل اسبوع. نفس الكلام حصل معانا في الصحي، ان احنا لما جينا اشترينا البانيو والحوض والقعده برضو اخدت اسبوع، فساعتها لو انت مخلص العمره كلها واقفه بقى على تركيب الصحي هتتعطل اسبوع لحد التركيب. فدول لازم تجيبهم قبل العمره ما تبدا تماما، السيراميك والصحي. يفضل يكون السيراميك هو اللي في الاول، ان هو بيبقى كراتين ممكن هتتحط على جنب، ولكن الصحي خليه اخر مرحله لانه هياخد مساحه كبيره، البانيو والحوض والتويليت الحاجات دي كلها بتكون في الاخر، يعني قبل ما تتفقوا مع الصنايعي على طول. يعني لان انتوا ممكن تيجي تتفقي مثلا مع صنايعي، وهنتكلم عن النقطه دي في الصنايعيه بالذات، ويقول لك مثلا هو في ايده شغل دلوقتي ومحتاج مثلا 3 ايام او هيجي لك الاسبوع اللي جاي، فما تبقيش برده ايه جبنا كل حاجة والصحي وكله، اهم حاجة بس نحجزها في المكان اللي هنشتري منه، لان زي ما قلنا انه الحجز ده ممكن يجي يقولك هيوصلك بعد اسبوع على حسب الحاجة اللي انت مختاراها. بالظبط. تاني اول حاجة عايز اقولها لكم، احنا الحمام بتاعنا كان فيه مشكلة كبيرة زي ما هتشوفوا دلوقتي، هو البانيو كان كبير، كان حمام برضه قديم تقريبا اللي هو 170 اللي هو 1.70 متر، وكان الحوض مجرد تدخل فيه حوض والقعده في الوش زي ما انتم ايه شايفين كده الشكل بتاعه، تمام. فده كان الحمام كان صغير جدا، تمام، والغساله كانت في المطبخ. انا ما زلت ارشح ان الغساله لازم تبقى في المطبخ، وده كان راي الاء وهي تقول لكم وجهه نظرها ليه الغساله تبقى في المطبخ. اولا لانه زي ما قلنا ده حمام واحد، فلازم نراعي فيه ان ده برضو هيبقى حمام بيت وفي نفس الوقت حمام الضيوف. فانت لو جالك ضيف في اي وقت فجأة والغسالة موجودة في التويلت، طبعا ثبت الغسيل، لو في غسيل يوم او يومين، الحاجات دي كلها مش احلى منظر قدام الضيوف. دي اول نقطة. النقطة التانية انه طبعا الرطوبة في الحمام بتكون عالية، فانا ما شفتش حد بصراحة حاطط غسالة الملابس في الحمام
وما حصلهاش صدأ. حصل لها الصدأ، حصل لها مشاكل بسبب الرطوبة العالية، إلا لو حمام بقى كبير قوي وفي تهوية كويسة، وده نادر يعني. حتى لو الحمام كبير برضو الغسالة للأسف بتلقط رطوبة. فدي أول حاجة أنا أرشح إن أنت مدام حمامك مش كبير كمان، أنت وسع حمامك إزاي؟ أول حاجة إحنا جبنا بدل البانيو 1.70 متر جبنا بانيو تاني 1.10 متر، متر وعشرة تمام، وخلينا الحوض زي ما انتوا شايفين، الحوض بدل ما هو كان قافل على الباب خلناه في الجنب، وخلينا مسافة واسعة جدا قدام القعدة. واللي فرق معانا قوي في الاختيارات دي بقى زي ما بقول لكم القياس بالسنتي، بالسنتي فعلا، لان احنا قبل ما نقيس احنا كان في مخيلتنا ان احنا عايزين البانيو الكورنر اللي بياخد كورنر من الحيطه، وكنا شايفينه ملف كده، وكنا شايفينه هيبقى مناسب وجميل تمام. لما رحنا نشتري ولقينا انه ايه ده، طب بعد ما احنا قسنا بقى الحيطه لقينا ان هو هياخد اللفه بتاعته دي هياخد معانا نص الحيطه، فبالتالي هيزنق التواليت قوي في الحيطه اللي جنبها، فبالتالي هتضايق اللي هيبقى بيستخدم التواليت. نفس القصه بالنسبه للحوض، شفنا مثلا الحيطه احنا حاطين البانيو وجنبه الحوض، ما يطلعش فوق البانيو، لقينا الحوض نفسه في منه مقاسات فرق مثلا 4 سم نفس ستايل الحوض، ولكن في منه مثلا 40 وفي 45 وفي 50 وفي 55، قد ايه ده بيفرق في اللي موجود في البانيو مثلا هيبقى بياخد دش او كده. المسافة دي بتفرق عشان محدش يبقى مثلا بياخد دش ويخبط في الحوض، الحاجات دي كلها جدا بتفرق جدا بسبب القياس بالسنتي. طبعا اول حاجة انت هتبدأ بيها في العمرة التكسير تمام. زمان كنا بنجيب ناس تبدأ تقعد تكسر في السيراميك والكلام ده كله، وتجيب ناس وتاخد لك 3 4 ايام وساعات اسبوع والكلام ده كله. انا بصراحة في التجربة دي اكتشفت في يعني مجرى اتاري، لا في حاجه اسمها ناس تيجي بهيلتي وكذا هيلتي. انا التكسير عندي اخد من زي ما انتم شايفين كده في الصور، التكسير عندي بقى اخد بالظبط من جولي الساعه 7 الصبح على المغرب، كانوا مخلصين كل حاجه وشايلين لي كل حاجه تمام. طبعا قبل التكسير انت هتجيب السباك هيحل لك القعده وهيحل لك الحوض تمام، هيفضل لك البانيو وده مع التكسير بيتشال تمام. التكسير كلفني بالظبط 1000 جنيه بالمشال بالشيل الرديم بكل حاجه. طبعا انت ممكن تسمع اسعار كتير، خليك نبيه يعني، دايما اوصل لارخص حاجه يعني. انا وصلت للسعر ده، وانا بصراحه انا ما فصلتش كتير بس قدرت اوصل للسعر ده، والجميل اللي انا لقيت بنظافه التكسير بالهيلتي، شال الحيطان، بعد كده شال ارضيه، بعد كده راح جايب بهيلتي الارضيه قوي، شال بيه البانيو، وبكده ايه خلصت المرحله بتاعه التكسير تمام. وبعد كده جت المرحله بتاعه السباكه. مرحله بتاعه السباكه دي كانت من اصعب المراحل بالنسبه لي جدا 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 بصراحه. انا للاسف هنا الصنايعي انا اعتمدت ان انا اجيب صنايعي معرفة، وللاسف وعرفت سنين عمر يعني من التسعينات وفي المنطقه والكلام ده كله، وللاسف كان شغله سيء جدا، كان بيكروت وما كانش كويس. المهم يعني اللي حصل ايه، هو كان جايب اول حاجه بالمناسبه عشان لو عايز تعرف كمان المصنعيه بتاعه السباكه كانت كام، المصنعيه كانت عامله 2500 تمام، مصنعيه بس. هو قال لي ان الخامات هتتكلف ما بين 2000، عشان برضه تعرف خامات السباكه اللي هي اعلى حاجه الالماني البي ار. البي ار دي يا جماعه عليها ضمان وفيها ميزه جدا جدا، خامات السباكه البي ار، انت بعد ما السباك بيخلص كل حاجه الشركه بتكلمها بتيجي والسباك معاك، بتعمل ضغط ميه قوي جدا وتعمل تيست لكل حاجه، تاكد مفيش تسريب، وبتاخد ضمان 10 سنين على حاجات السباكه، والكلام ده بتعمله قبل ما تقفل بقى السيراميك وقبل ما تعمل اي حاجه تانية خالص، بحيث لو لقى اي تسريب يقدر يصلحه السباك وهو واقف لسه الحاجه قدامه. هو بيجي يعمل لك التيست ده، اهم حاجه التيست ده بيكون قبل الميزه اللي بيبقى قبل اي تركيب سيراميك، اي قبل حاجه، والسباكه اللي متركبه دي كلها قدامه
لسه، بحيث لو حصل اللي شايف قدامه اي تسريب يقدر يعدله قبل ما تبني وتحصل مشكله وتسريب وتلاقي نفسك العمره بتاعتك باظت وبتكسر تاني عشان الجار اللي تحتك لقى تسريب او انت لقيت تسريب او الكلام ده كله. فدي ميزه خامات البي ار. خامات البي ار دي انا مش بعمل دعايه ليها على فكره، انا اول مره اجربها. هي طبعا اغلى كتير من الخامات العاديه. الخامات العاديه البي ار دي انا جربتها، التكلفه السباك قال لي هتوصل معاك من 2000 ل 2000 ونص. التكلفه الفعليه وصل عدت معايا 3000 جنيه وكانت قربت من 4. بص انا بقول لك تكلفه كل حاجه، يبقى احنا اتكلمنا تكسير 1000 جنيه، مصنعيه سباكه 2000 ونص، وده اقل مصنعيه تقريبا، دي اقل مصنعيه يعني 2000 ونص. انا باجي على الصناعيه جامد، تمام. يبقى كده كام؟ 3000 ونص، وحوالي 3000 جنيه سباكه، يبقى كده خامات السباكه، يعني 6000 جنيه ونص، قول 7000 لحد دلوقتي. كان في نقطه مهمه جدا كنت عايز اتكلم عليها قبل السباكه، الكهربائي. انت لازم الكهربائي ده المرحله اللي قبل السباكه. انا اتفقت مع الكهربائي على 400 جنيه مصنعي. خلي بالكم يا جماعه من الكهربائيه، لان في ناس نصابه كتير. في واحد ممكن يقول لك 1000 جنيه، في واحد يقول لك 1000 و1000 وي. مصنعيه الحمام الكهرباء دي صغيره جدا وحاجه بسيطه، ما تعديش ال 400 جنيه، تمام. انا خليته اهم حاجه في الكهرباء. انا بص بقى، وانت بتاسس لازم تركز في كل حاجه انت محتاجها. ليه بقى؟ لان انت مش هترجع تاني تكسر. خلي بالك من النقطه دي جدا جدا جدا. فانا فكرت قالت لي انا محتاجه كهرباء داخليه، من ضمن الحاجات اللي هتبقى موجوده عندكم في الشريط الوسط. مثلا كهرباء للشفاط بتاع الحمام، بنحتاج كهرباء جنب الحوض مثلا للسشوار، لاي حاجه ممكن نستخدمها بجهاز كهرباء داخل الحمام محتاجين له طبعا فيشة كهرباء. بس اهم حاجه بقى في النقطه دي ان احنا نختار فيش الكهرباء الامان مع الميه. انا جبت فيش كهرباء فينوس، فيشه دي ميزتها ايه؟ بتفضل مقفوله، بتبقى مقفوله الفيشه مش مفتوحه، ما تعديش ميه ولا حاجه، بتفتح بس مجرد ان انت بتدخل الفيشه جواها تفتح تيجي تقفل تاني ترجع تاني. انا عملت ايه؟ الاقي قالت لي انا عندي الاطفال عندي بالليل بيخافوا لما يبقوا عايزين يدخلوا الحمام الدنيا بتبقى ضلمه، تمام، وممكن الطفل ما يطولش الفيشه او الكوبس بتاع النور مثلا. قالت لي انا عايزه اعمل اضاءه سهاري، تمام، فحاول تعمل لي مصدر للكهرباء بزرار بمفتاح اقدر استخدمه يبقى فيه كهرباء سهاري. فخليت الكهربائي يطلع لي مصدرين كهرباء زي ما انتم شايفين، وفي في شريط الوصف انا عملت المرايه اللي فيها شريط الليد ازاي، وعملت سبوت برضه من فوق، وخليت يعمل لي مكان للكهرباء للسهاري وكهرباء العاديه وكهرباء كمان للشفاط عشان ما مدش سلك. بس للاسف زي ما انتم شايفين السلك اتمد بسبب ان السيراميك قفل لي الفتحه اللي كانت معموله، ودي كانت حاجه زعلتني جدا لان ما كنتش ده اللي انا عايزه، ان يعمل لي السلك ظاهر في الشفاط كده. بس يعني قدر الله ما شاء فعل، بتاع السيراميك ما خدش باله، وبعد ما ركب السيراميك ومحر وساب المسافه دي قفل للراجل المخرج بتاع السلك. طبعا احنا قلنا الكهرباء هي دي الكهرباء الاول، بعد كده بيجي النقطه بتاع السباك. الكهربائي بيبدا يوصل لك الاسلاك اللي انت عايزها بحيث يدفنها لك ويكسرها لك جوه، وبعد كده بيجي لك في المرحله الاخيره للتشطيب. بالنسبه نرجع بقى للسباك، السباك بعد ما خلص خالص الشبكه اللي انت اللي قدامك دي لازم تصورها وتكون عندك على طول. ليه بقى؟ الشبكه دي هي اللي انت هتعتمد عليها لما تيجي تعلق اي حاجه في الحمام. الشبكه اللي هي قصدك خط المواسير، شبكه خط المواسير يعني. بتاعه الميه اللي موجوده في الحيطه كلها. ليه؟ عشان خاطر ما تبصش تلاقي ممكن تخرم تقوم خارم المواسير، ودي بلاستيك يبقى بوظت العمره كلها وبوظت كل حاجه. فلازم تبقى حافظ الشبكه بتاعتك ومصورها شكلها ازاي. انا عملت حاجه كويسه كانت طلبتها مني الاء بخصوص حنفيه المطبخ. انا عندي المطبخ ظهر الحمام، فواصل ماسوره من التغذيه الرئيسيه للخلاط بتاع الحمام. قالت لي انا عايزه اعمل حسابي لو الخلاط بتاع المطبخ ده حصل له اي مشكله لاي ظرف. ساعات مثلا بيحصل انه ممكن الخلاط يتكسر بسبب الاستخدام في المطبخ كتير او حاجه، فده للاسف ممكن يضطر ان هتضطر عشان تصلحه وتقفل المحبس الرئيسي لحد ما تشوف سباك يصلحه لك او الكلام ده كله.
طيب افرض انت يوم حد او مش لاقي سباك دلوقتي، هل كده المايه اتقطعت عن الحمام والمطبخ؟ لا، انا قررت لي محبس خاص بالمايه بتاعت المطبخ، فخليته يعمل لي المحبس اللي قدامكم ده مخصوص. ده المحبس ده يفصل لي ميه الخلاط بتاعت المطبخ خالص، ويبقى ميه والميه بتاعت الحمام شغاله عادي خالص، والحمام شغال زي ما هو ما فيهوش اي مشكله. دي من ضمن الحاجات اللي انت وانت بتعمل حمام ركز فيها في التأسيس. بالنسبه للسيراميك، كان السيراميك ده كان ذوق الاء. السيراميك لما جينا نختاره كانت الاء هي اللي اختارته، وهي اختارت فواتح، هي من وجهه نظرها ان المكان عشان بصوا الابيض اولا من ثم ما بتقدمش مهما طلع موضات وستايلات مختلفه، احنا تقريبا كل 3 4 سنين بيطلع موضه مختلفه فواتح تماما للسيراميك. الابيض الساده بتقصد؟ يعني قصدي مش الالوان، يعني جت فتره مثلا كانت الالوان البينك والاخضر والحاجات اللي عليها ورد والكلام دي هي اللي كانت موضه جدا. بعدها مثلا بخمس سنين خلاص الحاجات دي بقت موضه قديمه جدا، وبدا يطلع الوزارات اللي بتبقى على شكل مثلا طوب او حاجات ذهبيات، او اللي هي الموضه اللي تعتبر مكمله لحد دلوقتي. فكل فتره بيبقى ليها موضات مختلفه، فمهم قوي ان احنا نختار حاجه اللي هي الفواتح ابيض اوف وايت. وهقول برضو وجهه نظري ليه برضو ان الابيضات هي اللي افضل للكلام ده كله، لان انت ساعات بتجيب لون، يعني مثلا في ناس زي ما شفتوا الحمام بتاعي كان ازرق، فبناء عليه الراجل اللي كان عمل حمام جاب البانيو ازرق. طب افرض انت عايز، انا اضطريت انا عايز اغير قعده والحوض، محتاج تجيب نفس الدرجه دي، ووارد تكون عدى عليها زمن مش موجوده. تمام، اول حاجه اللي انت عايزها مش موجود فيها درجات الالوان بيج او بامبي او اي لون او جراي، مش لاقي نفس الدرجه. طب انت عايز تعمل حوض جديد من غير ما تعمل عمر الحمام كله، او عايز تعمل قعده جديده، البانيو ربطك لان انت جايبه بناء عن الالوان بنفس الدرجه. يعني كمان الالوان دي دلوقتي اللبني والبينك والالوان دي دلوقتي ما بقتش متوفره في البراندات العاليه، بقت هتلاقيها اكتر بالزبط في ليسيكو زي اللي هو كان موجود عندنا، والبراندات شويه اللي بتكون شعبيه. لكن البراندات العاليه دايما بتاخد احدث موضه، هتلاقي عندها احدث موضه. فاحدث موضه دلوقتي، ودي زي ما بقول لكم موضه ما بتنتهيش، ابيض اوف وايت. فده مهم خصوصا في الصحي، يعني ممكن تلعبوا في الوان السيراميك بس الصحي بالذات خليكم يا ابيض يا اوف وايت حسب الدرجات اللي عندكم. وبالنسبه للصحي في تجربه عايز اقول لكم عليها برضو، احنا كنا عايزين الاول نجيب القعده المعلقه اللي هي في الصوره قدامكم دي. تمام، القعده المعلقه دي فيها مشكله كبيره جدا. اول حاجه هو يجي يقول لك ان الصيانه ده ما تقلقش، ده صيانتها سهله، ولو حصل اي حاجه دي بتبقى ضمان، عمرها ما بتحصل لها حاجه. لا، في واحد يعني زميلي وجاب القعده دي وللاسف حصل فعلا مشاكل، وجاب قعده كانت ماركه عاليه، مش عايز اقول عشان ما ابقاش بضرب بس في الماركات، وحصل مشكله واضطر يكسر في السيراميك. تاني نقطه، القعده دي بيبقى الوحده اللي هي الكومبينيشن ده بيبقى في الحيطه، فانت لازم هتبني. انت لو شايفه في اي صوره ان هو ساده قدامك، لا ده كل ده مبني، فهو بيضيق لك من الحمام، فانت هتضطر تبني في ظهر القعده، يبقى انت ما استفدتش بمساحه ولا حاجه. تمام، لان الجهاز بتاع الكومبينيشن بتاع التواليت هيتحط في الحيطه، على الاقل هتاخد لك مساحه كبيره قد كده يعني مثلا، يعني بيبقى بوكس محفور جوه الحيطه اللي احنا مش شايفينه، احنا مش شايفين منه غير وحده الازرار بتاعه السيفون بس بالزبط. لكن كل ده بيبقى بوكس متكامل محفور اصلا جوه الحيطه، صعبه. فطبعا انتوا عندكم ظهر الحمام غالبا بيبقى منور مثلا او حاجه، حيطة فلازم عادية. لازم هتبني عشان بالظبط لازم تبني حيطه زياده عشان يتدفن جواها البوكس ده. وطبعا اي مشكله بتحصل في البوكس ده هتضطر ان انت للاسف تكسر سيراميك. فانا ما انصحش بصراحه بالوحده المعلقه دي. تمام، جينا بقى دلوقتي احنا في مرحله السيراميك. اخترنا السيراميك زي ما قالت. هنا كان عندي بقى النقطه اللي انا احب انصحكم بيها. انا مش هتكلم، انا جبت الصنايعي من على ابلكيشنز خاص بالصنايعيه، بريمو في فيكساوي وفي كذا حسب الابلكيشن. ميزه الابلكيشن بصراحه انه بيوريك تقييمات الصنايعيه وراي الناس فيها. بصراحه افضل صنايعيه جولي، يعني جالي انا جبت اسمه ده من بتاع السيراميك من عليه، وفعلا كان كويس جدا وملتزم وكان شغله كويس جدا جدا. تمام، فانا انصح بدل، عارف والله لو مليون واحد معرفه
انا من رايي لا، خليك مع الابلكيشنز دي، بيكونوا فعلا عاملين اختبارات للصناعيه دي وجايبين ناس كويسه وشطار في هي ميزه الابلكيشن انه على الاقل على الاقل هيبقى هتعرف راي الناس وكتير. 10 او 15 ده اقل حاجه، 10 او 15 تقييم على نفس الشخص، فلو كله اجمع انه الشخص ده كويس يعني بنسبه 95% اكيد الشخص ده كويس. بجانب انت مسجل على الابلكيشن وبعد كده بتقول رايك وتجربته معاك، فهو سمعته معاك لسه، فهو مضطر انه يعمل لك شغل كويس لان انت هتقيمه قصاد الناس وهيشوفوا رايك فيه، والصور بترفع صور، لو هو عامل لك مشاكل هترفعها فساعتها ريته هيقل، فهو مضطر ان الصنايعي ده يعمل شغل كويس عشان خاطر سمعته اللي هتبقى قدام الناس، قدام الناس كلها على الابلكيشن، فبيجي لك صنايعي فعلا محترف وشاطر. فجبت الصنايعي بتاع السيراميك، انا اتفقت معاه على 800 جنيه في مساحه الحمام بتاعي اللي هي تقريبا 2 في 2 او 2 متر في 30 في 2 المساحه دي، واخد مني وقت يومين وكان شغله فوق الرائع. وبصراحه بالمره ما دام انت عندك صنايعي وعندك اي حاجه تانية في البيت استغله بالمره، ما تاجلش. يعني انا كان عندي زي اللي في الصوره دي اللي عندكم حته السيراميكا دي عتبه في المطبخ، كنا كل اي حد بيجي كان بيخبط فيها وهو داخل وهو خارج كان يتعور، فخليته يشطف هالي، فخليته استغلته في حاجه دي بالمره وما خدش بصراحه حاجه زياده عليها، انا رضيته برده بحاجه بسيطه. وكان في برده حاجه مهمه، انا اسف برده ان انا جبت حاجه قبل حاجه، كان السقف عندي معمول دهان ومعجنه فكان السقف مطبل، فاضطريت اجيب حد ينزل لي كل ده ويكسر لي ويعمل لي محاره ودهاره للسقف. اهم حاجه طبعا هو بيعمل المحاره الاول والدهاره بتبقى اخر حاجه بعد ما بتفنش كل حاجه. وهقول لكم ليه تعملوا الدهاره ما تعملوهاش معجنه ودهان، كده كده ده حمام وبيطلع منه بخار ميه بالهبل. المعجون في اي حته في الدنيا لازم هيسرب، بيتشرب اقصد الميه، فهيقشر، ده معجون ضد الميه فلازم هيقشر. فانت ليه تعمل لنفسك حاجه وقتيه وتضطر كل شويه يا اما هتيجي ما تلاقي الحمام عندك فوق مقشر ومكسل تعمله عشان بهدله، يا اما انت مش هتعمله ويفضل الحمام مقشر. ميزه الدهاره ان هي عباره عن اسمنت وجير، فهي ميزتها ان هي عمرها مدى الحياه، هي بيبقى نسبه البياض بتاعها اقل سنه من الدهان، بس حاجه هتعمر العمر كله، بس لا هتقشر ولا هتنزل، حتى لو الجار اللي فوقك غرق او حصل عنده اي تسريب مش هتبوظ لك الحيطه، وهتفضل بنفس الجمال والرونق بتاعها زي اللي موجود في الفيديو قدامكم ده، هو ده ايه اللي انا عملته. فده بالنسبه للمحاره يعني. هنرجع للسيراميك مره ثانيه. احنا الراجل خلص معايا السيراميك بصراحه وكان شغله كويس جدا، اخد يومين تمام. بعد ما خلصت السيراميك وكانت الازمه في تشطيب، بعد بقى طبعا السيراميك الصحي. تشطيب بقى الصحي يعني خلاص، احنا بعد الهد جه الكهربائي طلع الاسلاك الكهرباء والكهرباء اللي احنا محتاجينها، بعد كده جه السباك اشتغل بقى شغله، ده اطول شغلانه لان بتبقى بقى هي بقى المواسير والحاجات بتاعت السباكه كلها. بعد ما بيخلص خالص المواسير الداخليه بيجي بقى السيراميك يركب، وبعد تركيب السيراميك بالكامل عملنا الدهاره اخر اخر مرحله خالص واحد. بتكون هي تركيب الصحي، تركيب بقى التواليت، تركيب البانيو على حسب، لا 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 البانيو بيتركب البانيو بيتركب قبل السيراميك لو هو حفر، قبل السيراميك لو هو حفر، لو هو مش زي مش اللي هو زي جاكوزي او الكلام ده كله، مش الخليج، لو بانيو عادي بيتركب قبل السيراميك لان بتاع السيراميك بيركب حواليه. حصلت بقى مشكله معايا لما يكون السيراميك وانت الصحي بتاع السباكه ولما يكونش عنده ضمير وفي نفس الوقت عايز يكروتك، انا لقيت عيوب كتير. اول حاجه الحوض كان مايل تمام، فدي كانت حاجه مضايقاني جدا، ويحاول يعدله بيكروت ومش عايز يخلص. بالمناسبه الخلاطات هي كانت عندنا، لو عايز تعرف اسعار الخلاطات، فالخلاط الخلاطات بكانت طقم كامل بيبدا من حوالي 4000 جنيه وانت طالع على حسب الخامات النظيفه، ده الحاجه النظيفه تمام. احنا جبنا وحده الدش، وحده
الدش بس من غير من غير الحنفيات، يعني وحده الدش بس معلقه، الدش معلقه ومع السماعه. دي ألفه كويس جدا، لانه يعني ما تروحوش للمولات اللي بتكون فخمه ويبين لك اللي هو عنده كل حاجه، بس المول نفسه بيبقى دايما دايما الاسعار فيه بتبقى اغلى. يعني احنا لفينا على نفس البراند ده ونفس الدش بالظبط بكل تفاصيله، احنا جايبينه ب 500 وحاجه تقريبا جنيه. من هو تركي اصلا، تجار لو انتم من اسكندريه الاماكن مثلا زي محطه الرمل والمنشيه، الاماكن الصغيره اللي هي ناحيه جامع مش ناحيه اللي هو الملواني. بس ما تروحوش الملواني نفسه كمول، الملواني اغلى لانه كاسم نفس الحاجه بالظبط، كاسم وكمول وكل ده بيعلي من السعر جدا. ولقيت هنا انا في ميامي، لقيت هنا جنبي لقيته بيبيعه ب 1200 جنيه هو ده في السعر ده، فلازم تلف كويس. احنا جايبينه 500 وحاجه من تاجر عادي جدا ومحل عادي جدا في المنشيه تقريبا، صح؟ المنشية الصغيرة اللي هي ولكن كان عنده كل رمضان حاجة عند جامع رمضان شحاتة، كان عنده كل حاجة برضه. هو نفس البراند ونفس الإمكانيات، لقيناها في الملواني ب 700 وحاجة، لقيناها هنا في محلات في ميامي ب 1000 وحاجة، وهو نفس الحاجة، بس هي بتفرق من مكان لمكان، فهناخد بالنا من النقطة دي. خاصة الحاجات دي بتبقى مكلفة قوي، يعني لما بتجمعوا الحاجات كلها على بعض بتلاقوكوا دخلتوا، يعني احنا كنا عاملين نفس حسابنا على مبلغ وتقريبا دفعنا ضعف المبلغ، فمش مستاهله في الحاجات الصغيره دي. الحمام مكلف، يعني حاجه شاريناها ب 500 حاجه ممكن تشتريها في مكان تاني ب 1000 وحاجه، ضعف السعر. لو جيت حسبتها بقى على خلاطات وعلى كذا حاجه هتلاقيه ممكن تدفعه من 5000 ل 10000 جنيه، يعني الفرق ده بيفرق جدا. وبالنسبه لوحده الدش كانت آلاء لها وجهه نظر في مكانها، وبصراحه كان وجهه نظر هي، عشان رحنا قبل كده شرم الفنادق هناك. لو خدتوا بالكم ان وحده الدش ما بتبقاش من جنب الدش، لو الدش مطول ما تبقاش من الجنب. الفكره الا تقولها لكم ان هو البانيو نفسه ما بيبقاش عرضه كبير مهما كان، بيبقى عرضه يعني احنا البانيو تقريبا عندنا عرض 70 تقريبا حاجه كده. فلو الحنفيات بتاعه الدش او الدش نفسه متعلق بعرض البانيو من جنب كده بتاعه الحيطه زي ما كان عندنا في نزول الميه، هيبقى خارجي هتطلع بره، هتلاقوا الميه دايما بتغرق الحمام، وهتضطر انت لازم تركب ستاره او تعمل كابينه، وانا ما بنصحش بالكابينه عشان الدخان والكلام ده كله. وناس للاسف حصل لها اختناق وماتت. ومشكله ان الستاير 90% او 100% من الستاير، ومهما حد يقول لك ما بتعملش عفن والكلام ده كله، بتعمل عفن. فدي اساسها وجود الدش في المكان ده، ان هو يبقى بطول البانيو، يعني مثلا البانيو يبقى بالطول كده وهي تبقى على الحيطه، ان هو يبقى الدش نازل على طول البانيو مش بالعرض. ده بيفرق جدا في الراحه في وقفه البانيو، وكمان في اتجاه الميه ما يبقاش بيغرق الحمام من بره. في بقى الصفايه بتاعه اللي هي البلاعه يعني بتاعه الحمام. احنا كان عندنا في العماره سباكه قديمه، بعد كده غيروها ببلاستيك. كان وقت السباكه القديمه الحديد دي، وهتلاقيها في معظم شقق كتير، واحتياطي حتى لو بلاستيك، لو حصل سدد بيرد عندك، وفجاه تصحى تلاقي الشقه غرقانه. ميزه الصفايه دي اللي انا جبتها حاجه اسمها 6 بلف. ايه 6 بلف ده؟ ان هي بتبقى مقفوله، تنزل الميه تزقها فتبدا تفتح تنزل الميه عايزاها، تيجي الميه ترد تقفل، فما تردلكش الميه تاني جوه الشقه. فدي من الحاجات المهمه جدا جدا لازم في التاسيس، ان انت تعمل الصفايه تكون كده. هي الصفايه 6 بلف وسعرها عادي يعني، بس هي مهم ان تبلغوا السباك. احنا عندنا غرقت كتير وكانت مشكله، مهم تبلغوا السباك قبل برضه التاسيس، عشان كده بنقول ووريها له عشان ياخد مقاساتها، وبتاع السيراميك كمان ياخد مقاساتها. عشان كده بنقول نجيب الحاجه قبل اصلا ما تبدا اي شيء، علشان تفهم السباك يبقى شايف الخامات اللي قدامه، عشان ده بيفرق في الشغل نفسه، لان البيبه دي بتبقى عايزه يبقى في عمق شويه تحتها غير بالنسبه للصفايه العاديه. ما قلنالكمش برضو بالنسبه للبانيو اللي احنا قدامهم ده جبناه بكام؟ كان البانيو ب 1200 جنيه، والصحي كان في عرض، الكلام ده انا بقول عليه كان في شهر 1/2022، انا ما اعرفش اسعار دلوقتي بقت كام. وبالنسبه للقعده والحوض كانوا طقم، جبناهم بحوالي 1700 جنيه. طبعا الاسعار بتفرق، الاسعار بتفرق في زي ما قلت حجم الحاجه، ستايل الحاجه، ده طقم كله سيراميك كيلو بطل، الحجم بتاع الحاجه نفسها، كل ده طبعا بيفرق. اهم حاجه زي ما قلنا نختار الفواتح، نختار الحاجه اللي موضتها مش هتقدم، وطبعا اهم حاجه تكون خامه كويسه. نرجع بقى للسباك الله يسامحه، وهو بيركب عملي الحوض
مايل وبعتني اجيب حاجه على ما يركب القعده. اتاري وهو بيظبط حاجات القعده نزل بنز جوه القعده الظاهر او حاجه شرخ القعده، حاجه وقعت منه جوه التواليت بعد ما ركبه طبعا في الحته اللي جوه اللي فيها الميه، شرخ بسيط زي الشعره ما يبانش. بعد ما اخد فلوسه وكل حاجه والكلام ده كله، ابص في القعده الاقي الشرخ، الاقي اتاري المساعد اللي معاه او الراجل اللي بيساعده وقع حاجه جوه شرخ، تمام. فطبعا كده القعده باظت للاسف، كلفني قعده تانية لان الوحده دي لما رحت اتكلم عليها مفيش حاجه اسمها انت تشتري واحده لوحدها، التكلفه كلها واحده. جه طبعا تيم لما كلمنا سيراميك كليوباترا وجابوا تيم عشان يتاكدوا ان الموضوع ده من السباك متخصص، قال لك يعني فعلا هو صور حتى الشرخه، قال لك لا دي حاجه واقعه من بره، مش شرخ داخلي في التواليت. التشطيب بالذات 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 لازم تكون واقف على ايد الصناعي، ما تسيبهوش، لان دي كلفتني لوحدها ثمن قعده ثانيه وكان تكلفه كبيره، وكانت يعني الطقم القعده والحوض يعتبر عشان مع بعض ده ليه تخفيض. لما جيت اشتريت القعده لوحدها عملت 1000، وطبعا مصنعيه ثانيه ومصنعيه ثانيه. في الحاله دي بقى جبنا، انا اضطريت جبت برده من موقع من على سباك تامر على الابلكيشن، من نفس الابلكيشن اللي جبنا منه صنايعيه السيراميك، عدل لي الحوض. تعالوا بقى عايزين نحسب التكلفه الكليه وقتها بالنسبه لي كانت كام. اول حاجه كانت التكسير، التكسير كلف 1000، تمام. بعد التكسير جالي الكهربائي اخد 400، تمام. بعد الكهربائي مصنعيه السباكه كانت 2500، والخامات حوالي 3، والخامات حوالي لا 3.5 3.5 4، لان هو اسناب هو شغال بيطلب حاجات. تمام. وعلى فكره في حاجه مهمه جدا لازم تبقى عارفها، ان انت لما بتشتري محل السباكه وانت عامل عمره وبتشتري خامات كتير لازم تفهمه ان انت في حاجات ممكن ما تستخدمهاش وترجعها، وده بيحصل. انا رجعت حاجات كتير في حوالي 500 جنيه كمان على فكره، كانت زيادات، تمام. فلازم تكون متفق مع محل السباكه اللي انت بتشتري منه حاجتك كلها ان انت الحاجات اللي هتفضل بعد العمره هترجعها له تاني ما دام زي ما هي ما استخدمتش، تمام. ده بالنسبه لخامات السباكه، دخل حوالي 6 خامات و ومصنعيه السباكه. بالنسبه للسيراميك بقى المصنعيه كانت حوالي 800 جنيه، الدهاره والحيطه والكلام ده كله عملت حوالي 1000 كده. احنا عدينا ال 10000 اهو، احنا هنشوف مع بعض. بعد كده احنا قلنا بعد كده السعر الطقم السباكه كان عامل 1200 اسمه ايه ده 1200 البانيو، والوحده كانت عامله 1000 هي والحوض 1800. بعد كده السيراميك كان عامل في حدود 4000 تقريبا، كان المتر عامل 100 122، انت احسب عندك بتبقى عامله كام ده وقتها، وكان ده عرض. تفرق طبعا حسب مساحه الحمام، يعني احنا يعتبر حمام صغير، فطبعا بتفرق طبعا التكلفه حسب المساحه، تمام. وبالنسبه لل للشباك الحمام، انا كان عندي شباك اصلا اوميتال وانا هغيره، لسه ما اعرفش صراحه ده تكلفته كام، بس هي وبعد كده ممكن تشوف لو انت هتعمل نجار يقفل لك الباب من جوه بعد كده، انا عملته بنفسي صراحه ما اعرفش ده هتكلفته كام. وطبعا اعملوا حساب 2000 جنيه او 3 نسريات في حاجات احتياطي، تمام. مشال في طبعا الاسمنت بقى والحاجات اللي استخدمت في الـ في الـ بالنسبه للسيراميك والكلام ده كله في حدود برضو 2000 جنيه. بس كده دي كانت الرمله لوحدها دي فاجئتنا بتكلفتها، يعني دخلت 2000 جنيه وحاجات. وطبعا في مشال وفي نزول لو رمله زياده، اعمل حساب انت ما تجيبش بالزياده، يا سلام لو جنبك مجياره تجيب اول باول عشان خاطر ما تكلفش نفسك رمله طلوع ونزول لو اتبقت. طبعا نصيحة أخيرة برضو، لو هو حمام واحد في البيت بلاش نحط فيه غسالة الملابس، بلاش نحط فيه السخان، لأنه السخان في الحمامات ده خطر جدا جدا، ممكن يسرب غاز وريحة الغاز ما بتبقاش باينة، وللأسف مميتة. بيحصل حاجات خطر. بص ابعد عن الحاجات المميتة كتيرة قوي 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 في، وبلاش كابينة بخار المية بيعمل اختناق، ولو عندك أطفال ولو نسيت نفسك والمشكلة أنت ما بتحسش بده، أنت في لحظة في ناس هو الفكره في يقول لك للاسف بعد الشر في لحظه توفى اختناق الغاز ده ما بيبقاش له ريحه،
وفجأة الناس بيهم عليها بعد الشر، ممكن تقع تتخبط في حاجه او لا قدر الله. فانا ما انصحش الكابينه خالص في الحمام ولا انصح بالسخان داخل الحمام بس. وبالنسبه للاضاءه برضو في كشاف انا برضو جبته. بصوا اهتموا جدا بالاضاءات السهاري في الشقه كلها مش بس في الحمامات، عشان لو عندك اطفال عندك حاجه ما تضطرش تطفيها خالص. اولا موفره جدا للكهرباء، ان انتم ما بتضطروش طول الوقت مولعين النور الكبير وانتم مش في احتياج ليه. في نفس الوقت ما طول ما هو شغال، يعني مثلا لو شريط ليد زي اللي احنا عاملينه في ورا المرايه ده بيبقى شغال اليوم كله صبح وليل. صبح وليل لو عندك طفل عايز يدخل من غير ما يبقى خايف يقدر يدخل الحمام منور، لا يسكر الكهرباء بتاعته اصلا بالزبط. يعني ما بنحتاجش الاضاءه الكبيره دي يعني الا نادرا. فالاضاءات السهريه دي مهمه جدا جدا، مش مكلفه ابدا وما بتسحبش كهرباء وفي نفس الوقت عمليه قوي. وخامات الكهرباء بقى الفيش والحاجات دي كلها يعني حوالي اتكلفت معايا حوالي 300-400 جنيه برضو. عايز طبعا الاسعار ممكن دلوقتي تكون اختلفت لان الكلام ده كان من اول السنة. دلوقتي واحد كان في شهر 21-22 وبرضو احنا يعني احنا عملنا حاجات ما بنسمعش الناس كتير بتعملها، ان احنا كنا بنلف كتير جدا، كنا بنسأل على ارخص سعر باعلى كواليتي دايما. احنا لفينا في عمرة الحمام دي فوق الثلاث شهور بنلف بس ما بنشتريش. يعني اللي احنا كنا وعلى حد ما نستقر على كل حاجة وأقل سعر وكل حاجة وأجود حاجة. حتى الصنايعية كنا بنسأل أكتر من صنايعي التكلفة، شغله هيبقى عامل إزاي، الأدوات اللي معاه إيه، كل الحاجات دي مهمة جدا جدا وبتفرق في النتيجة. لأنه من الآخر إحنا كده كده هنكلف بالظبط. يعني لفيت كتير ما لفيتش كتير كده كده هتكلف. وأوعى في عز العمرة وأنت تعبان تقول عايز أخلص، لأن بص اتعب شويه بس من الاخر عشان ما تعانيش في حاجه بعدين. لو لقيت ان انت تعبان من الوقفه لا اقف، هي كلها على بعض شهر، لو قعدت معاك اسبوعين ثلاثه شهر استحملهم عشان انت خلاص فتحت. فكمل حاجه صح 100% وما تستخسرش، لان انت خلاص هتقفل اي حاجه بعد كده انت هتندم عليها. فلازم تكون عامل حسابك ان انت تكون مركز مع الصنايعي وما تتعبش، واستغل وجوده. زي ما قلت لكم انا بتاع السيراميك خليته استغليته في حاجه انا مستحيل اجيب واحد على يطلع لي يعمل لي شطفه زي دي اللي قدامكم. كانوا طبعا كمان كسروا جزء في المطبخ علشان الاساس عندنا عشان التغذيه جايه من المطبخ بتاعت المطبخ. وكان في فوق الحته تحت كان اللي فوقي غرق قبل كده فقشر لي جزء، فخليت برضو بتاع الدهاره استغليته يعمل لي الجزء اللي كان مقشر ده دهاره بالمره. فانت بالمره وانت موجود ومعاك صناعيه استغل كل حاجه وركز في كل حاجه وما تسيبهمش. تمام. والتشطيب خلي بالك من التشطيب عشان بعد ما هتيجي التشطيب ده اللي بيبان في العين وكل حاجه، لا يكسر لك حاجه، ما يعملكش حاجه معوجه، يبقى شغلك سليم فيبقى عمره زي الفل ان شاء الله. وطبعا لو صنايعي قال يومين ثلاثه لا احنا نحط اسبوع، لانه ما بتبقاش المواعيد ثابته، ولو حتى جيت نفس المواعيد اثناء الشغل نفسه ممكن حاجه تطول معاه اكتر. تمام. ويعني الف شكر ليكم. وانا والله يعني كان اهم حاجه عندي ان انا الناس اللي دايما بتقبل على عمره زي دي من اصعب واكبر واقوى عمارات في الشقه، بيبقوا عايزين يعرفوا تكلفتها ايه، دنيتها ايه، يعمل حسابه ازاي. انا ما لقيتش بصراحه فيديوهات على اليوتيوب بتتكلم في كده خالص، فقلت ان انا لازم اعمل حاجه للناس. احنا لخصنا تجربه كامله واحنا اسره عايشه في البيت مش شقه فاضيه، ودي بتفرق يعني 180 جدا درجه جدا. لو شقه فاضيه عادي يوم اليوم كله صنايعيه مفيش اي مشكله، لكن اسره عايشه في نفس البيت ربنا نقعد عند والدتي وكانت الموضوع بيبقى صعب فترة جدا، فتره صعبه وانا سايب البيت وهنا وهنا وما بين لانه بيبقى فيه كمان حتى لو في على فكره حمام بديل في نفس الشقه، هو بيبقى فيه صنايعيه طول اليوم في البيت فمش بتتحركي براحتك، مفضي المسافه كلها ما بين الحمام لحد ما توصل لحد باب الشقه كل ده متفضي ومليان رديل ومليان بلاوي وداخلين طبعا. احتاجوا حاجه عايزين ينزلوا يجيبوها في اثناء الشغل، رمله ورديم وللاسف لازم يكون حد واقف معاك، لان هو لو نزل يجيب الحاجه ممكن يسرقك. فالصح اللي انت حتى بالفواتير خلي بالك من النقطه دي، ممكن يروح لسباك بيبقى لمحل سباكه، السباك بيبقى مربط مع محل معين بيشتري من عنده، يعلي يغلي يعني يغلي الخامات ويعمل لك فاتوره عاليه عشان هو يسمسر وليه نسبته ويجيب لك فواتير اهي، هي اصلا تمنها مش كده، فانت لازم انت اللي تنزل تجيب الحاجات. فبرضه من ضمن دي المشكله اللي لازم حد يكون واقف معاك، لان انت لو في شقتك
لازم يكون لك اخوك وطبعا حد هو صاحبك يعني هو حماك باباك اي حد هو لو بحيث انت لما تنزل تشتري الخامات يبقى في حد واقف معاهم. هو طبعا لو سباك بروفيشنال الى حد ما مش هيحتاج ادوات كتير لانه المفروض هيطلب هو حاجته المفروض مره واحده وبعد كده لو في زيادات بترجع يبقى يا طالب حاجته كلها بس. لان هو عارف ان انا اتعاملت معاه كان كل شويه بصراحه بينزلني اجيب حاجه هو المفروض يبقى عارف هو هيحتاج ايه لان ده راجل شغال دايما فعارف هو ممكن يحتاج ايه. يا اما يطلب منك الحاجات كامله يا اما يبقى هو جايب معاه حاجته ولو هيستخدم حاجه زياده هيحاسبك عليها. ده الافضل طبعا يعني تتاكد منه قبل ما يبدا الشغل. تمام يعني اشكركم على متابعتنا ويا رب يكون التجربه دي تفيدكم حتى لو بشيء قليل ولو حد عنده لسه معلومات اكتر كمان يقول لنا. واتمنى تدعمونا بقى بلايك وسبسكرايب والاشتراك في القناه وان شاء الله في افكار كتير مواضيع كتير عن تجهيزات البيت الفترة اللي جاية. في حاجات كتيرة قوي احنا يعني وقعنا فيها وفي حاجات اتعلمنا منها كمان حاجات ومش بنشوف للأسف ناس كتير بتتكلم فيها او ناس كتير بتعملها. فان شاء الله ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب او اشتراك في القناة ويساعدنا كومنتاتكم. عايزين كومنتات ولايكات كتير كتير. تفعلوا الجرس عشان اول ما ننزل فيديو جديد يوصل لكم اشعار بيه ان شاء الله. وانتظروا فيديوهات كتير جامدة جاية ان شاء الله. نشوفكم في فيديو جديد في امان الله. Awesome.